حديث وثلاثة، حديث أبي هريرة رقم الحديث 1346. إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، ما يلقمني مذانا أذكر ربي، أمثل قلان كلنا نذكر ربي سبحانه، أشان نخدم نذكر الله، يعني يوم القيامة المجلس قد يغاله خطر، ماشي الكاميرا ثقل الكاميرا داوي خميس بنادم، ما الكاميرا سيدي ربي لا تمثل، المجلس قد يغال يوم القيامة استاذنا ربي سبحانه واثن ولي أكا يرشفو ثنس أثن ولي أكل مولا ذاك التونس خطر يغر ضربي يغدي وعذل، والله لا يخلف الميعاد. ثقة ذاكي شهود زيك العلماء قارن أكثر من شهود الخير، حواج لي تيموا هادي شهادة أتفاذر ما سيضان بروبلام ما في وضيون الشهادة تفرحض يوم سند عشرين تفرحض أكثر بيوم القيامة حواج الشهود، الشهود ثقة ذاكي المجالسين مجالس قد شهدت يوم القيامة الفايدة إن شاء الله. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم المجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، أرنو الفضل وايض الملائكة يعني أنت يذيذنا حفتهم سترتهم الملائكة غطتهم الملائكة من بعد وغشيتهم الرحمة، رحمة سيدي ربي ذات الله ربي ما ولا يونس الرحمة يس استطمن الرحمة ويتسقف مي ولا ثي ربي سبحانه ربي ولا نغ استطن الرحمه ولا شي الخوف. وذكرهم الله في من عنده اخرجه مسلم. الفايده ثم قرانت اكا غيثي دنفذر غادي يفذر يكون فذري ثي تنسى غادي يفذر ذا شو نكون اذا قيا البشر قلاه يا رنا ولكن ربي غادي يفذر يا الملائكه.